فقرة طبق المشاهير. في كل حلقة من حلقات هذا الركن نستضيف فنان أو كاتب أو مبدع في جميع مجالات الإبداع اللي غادي يعطيونا أطباقهم المفضلة. وإذا وجدوا معنا ورقة وقلم وسجلوا معنا طبق المشاهير. يسعدني ويشرفني أن أستضيف الفنانة الرائعة المتألقة والقديرة فاطمة بوجو لتمارسات إذاعيا مسرحيا وسينمائيا وتلفزيا ريبرتوار كبير جدا. طبعا حبينا من خلال مجموعة من الأعمال الناجحة من دار لدار، مسلسل المصابون، السراب، المسلسل السوري آخر الفرسان، كذلك المسلسل السوري غرناطة، ولائحة طويلة جدا. الفنانة القديرة فاطمة بوجو، مرحبا بك على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا بك. أش أخبارك؟ صباح النور. أش أخبارك للا فاطمة؟ أنا بألف خير وحانة سعيدة أن أصبحي غيثاب التواصل معك ومع المستمعين كل أنحاء المملكة المغربية. الله اللي يخطيك علينا للا فاطمة. طبق المشاهير كيرحب بك وتوحشنا أننا نسمع صوتك على أمواج الإذاعة الوطنية للا فاطمة. وأنا أيضا توحشت التواصل معك ومع كل بارك الله فيك. صباح الخير ورزق وتيسير للجميع. صباح المحبة والابتسامة. لالا فاطمة، وقيلا لكن شي مشكل في التغطية، إلا كان تاخدي شي بليصة نسمعوك فيها مزيان. كيوصل شوية الصوت مقطع كيف ما قالت لالا فاطمة. نعم. نعم. كنظن حاليا مزيان، ربما هكذا مزيان. واخا اذا لالا فاطمة، طبق المشاهير اليوم بغى يدخل معك للمطبخ، وخصوصا عارفينك انك عندك مع الطياب وكيعجبك تقدمي اطباق بيديك. لالا فاطمة، انا من عشاق الطبخ. ايه. والغريب من المفضلات انني فاش كنت صغيره كان ديما نكون متخصصه في مجال الطبخ غير المكتب في الطبخ. يبا انت الفن زوين، راه توا ابداع وابعد. انا كنلقى واحد المتعه كبيره وانا كندخل للكوزينه باش نجيب واحد الطبق نتمتع فيه انا والعائله ديالي. نعم. انا من الناس اللي كتبغي لك شي بلدي كنبغي كلشي نديرو بيديا كيف كنديرها انا. والاطباق المغربيه هما اللي كيعجبوك؟ نعم. الاطباق المغربيه ياك لالا فاطمه هما اللي قرابين لك بزاف. وي انا شوف، انا كنحمق على الاطباق المغربيه وكنظن النساء المغربيات ما يستمتعش بهذا المجال هذا. اكيد. وفي نفس الوقت انا مفتحه على اطباق اخرى، يعني مرة الواحد كيبغي يبدل هذه المساله. بغيت هما كاع الناس اللي كيدخلوا الكوزين مرة مرة كنبغيو نبدلوا المذاق، كنبغيو نبدلوا الاطباق ويتنوع ويخرجوا من الروتين. ودابا اللي تنعرفوا لالا فاطمة انك استقريتي في الدار البيضاء، والدار البيضاء تبارك الله تاهما النساء ديالها اكيد كيطيبوا مزيان، فاكيد غتكوني تعلمتي شي حاجات اخرين ضفتهم لك هاد المدينه. كاين هو انا قريت بحكم ان الولد ديالي بالثانيه وبالثانيه من واحد كازا جديده كازا وكنا الى القدوم جديده كازا، يعني انا كازا ماشي غريبه عليا. بمعنى ماشي جديده عليك؟ معروفه اي بحكم انها المرض يعني بحولها كاين مجموعه من ديال البوادي والقرى، وكنظن احلى ما تكون الطبخ المغربي هما ذوك الاطباق اللي كيجيونا من هذوك المناطق هذوك. نعم. الكوكش واحد ديال البرد. أيه. الرخيصه شوف الخضرة والبراعة. نعم. والجميل في هذه المناطق هي أنها الهرقمة يعني مجموعة من أنواع الخضر والفواكه، يعني في كل شارع بالسي كتلقاي شريقة ديال الخضرة وديال الفواكه اللي كتشري. نعم. وكلها خضر طبيعية يعني. نعم. إيه. وشنو الطبق اللي قريب ليك لالا فاطمة بزاف؟ شنو اللي قريب ليك اللي كتفضليه وكتحمقي عليه؟ غنقول لك هو صعب باش تختاري بين الاطباق المغربيه. انا كنحمق بزاف على السفا، كنحمق بزاف على السفا. وي انا الطياري كنحمق عليها بزاف. انا ما كنتش من عشاق الكسكس، ولكن مؤخرا عاد عرفت القيمه ديال الكسكس لانه غذاء متنوع. نعم. فيه الخضره وفيه السميده وهذا. دابا كنحمق على الكسكس وهاد الايام هذه بحكم انني بعدت على الوالده مشهية واحد القطريه ديال الكسكس ما كرهتهاش. نعم. ينوجدوا عليك لالا علاش لا؟ تبارك الله عليك. لكن اللي كنفطر في الاطباق المغربيه هي انها متنوعه. ايه طبعا. مثلا الاسماك كتلقاي الطواجن، كتلقاي اللاطه في الفران، مشي في اللحم، مشي في الدجاج، كتلقاي ديك الخليط ما بين المالح ديال الحلاوه. يعني هذه كلها اطباق. بصح انا كنمشي مع اللحم، انا مع الدجاج بزاف. اذا وشنو اليوم غتقترحي على المستمعات كلمه شنو الطبق اللي غتعطينا؟ غادي نقترح عليهم شي حاجه ما عندها علاقه لا بالدجاج ولا باللحم، لانه عندي واحد الوعي مؤخرا بانه ضروري نستغلوا
التواجد ديال او الكثره الوفره ديال الخضر انا باكل شويه ديال الخضره ولاحظت بلي انه كاينه واحد الخضره اولا واحد الورقه اللي هي ما كتستعملوش غير في الطبخ ديالنا اللي هي كتكون فرص ديال الزيتون اللي هي السبانخ. السبانخ حاليا اللي كتلقاها حتى في الاسواق الشعبيه ولات متواجده بكثره، ولكن حنا مازال متخوفين منها ما كنقربوش منها بزاف. نعم ايه وهذا طبق صحي غتعطينا اللي هو سهل وفي نفس الوقت اللي المراه المغربيه في كل بيت الى وجدته غادي تحس بالفخر ولا تحس انها كتوجد واحد الطبق اللي ممكن تلقاه في المطاعم. نعم واللي ممكن يجد البيت ديالها وتاكل بها الاسره ديالها وتنساها. مزيان هو شغل هو كيتسمى هو كيتسمى بالفرنسي تيقولوا ان غولو دي بينار يعني ايه يعني السبانخ كتكتب على شكل بحال غتجي شي طارطه. اييه واخا اذا شنو غنحتاجو فيه؟ شنو المقادير اللي غنحتاجو فيه؟ لا سهله غندير غتكون عندنا 500 غرام ديال السبانخ، يعني الا خدينا واحد جوج ربطات ونص ديال السبانخ كاينين منهم العواد خلينا غير الوريدات الخضرين غادي نغسلهم غيتقطروا غادي نطحنهم في ماكينه عادي في ماكينه ديال ان دو تخوا يعني ماشي شي مجهود يعني هذه عمليه كدار بيسو زعما بالزربه كنضربوا واحد كونتا ديال البيضه تيكونوا كبار الا كان البيض صغير كنديروا ستاد البيضات كنديروا معاهم شويه ديال الملح والبزار كنضربوا غير بيدينا البيض شويه كنخلطوه مع هذيك 500 غرام ديال السبانخ اللي عندنا حنا مطحونه ملي كنديروا سهله كناخذوا واحد الطاوه كنديروا حتى واحد الورقه الورق المشمع باش ما تلصق ليناش كنفرحوا فيها هذاك الخليط ديالنا ديال السبانخ مع البيض كيكون عندنا الفرن ساخن راه حنا عارفين الفرن كيسخن 15 دقيقة قبل كنديرو في الفرن 10 ديال الدقائق غير كتخلطي بيدك من الفوق كتبقى ما كتخلطيش بيدك تعطيها طاب وما كيكونش 10 دقائق لأن درت جوج مرات سهلة هذا الوصفة جدا كيخرج كنحزوه من طاو بالورقة ديالو كنحطوه فوق البوطاجي كنخليه يبرد ما حتى 10 ديال الدقائق خصو يبرد شي شوية كنشدو ديك هذيك اللوحة اللي عندنا ولا كنقولو جيرواز ديال السبانخ والبيض كندهنوها هنا ولا كيبقى عندنا الاختيار. انا اول مره درتها درت فيها علبه ديال الجبن ابيض كريمي اي نوع من انواع الاجبان جبن كريمي كتلقيها طبقه وحده فوق هذيك العجينه ديال فوق هذيك الجينواز ديال السبانخ ومن بعد درت انايا كنقولوا حنا السومو المدخن السمك السلمون المدخن انا كنعرف واحد مجموعه المستمعات غايقولوا لي فاطمه اختارتي السلمون المدخن غالي شويه ولكن انا كنقول ممكن عايز عاوتاني جربته مره اخرى ناخذوا ذاك الديك المدخن اللي هو موجود ومتوفر واللي في متناول الجميع. اييه ممكن انهم يديروه بالصومو على حسب الامكانيات كل واحد شنو اللي يدير. الامكانيات ذاك كنقولوا عندنا الجينواز وقع الكريم جبن كريمي وقع السلمون المدخن او الديك المدخن يعني المرتضيله ديالنا حنايا وكنلويوه بحال هكا الانتاق ديال اون بوش ديال نوال كنبرموها. ممتاز وكنديروا بواحد واحد الميكا وكنشدوا عليه بحال غنشدوا على ان شوسيس باش غير باش تجمع شويه كنخليو في الثلاجه واحد الساعه ديال المكان من بعد كنجبدوها كنقطعوها والله العظيم ما شهيتكم اكيد غيجي زوين راه شهيتيني فيه دابا انا لا فاطمه جدا كان كل واحد كانت واحد النبات اللي هو مغذي نقدروا ندخلوا للانترنت ونشوفوا ونلقاو السبانخ بزاف فوائد ولكن كاين عاوتاني حاجه اخرى انه اللي ما يشوف اللي ما عندوش مع مثلا مع الجبن الكريمي وهذا يقدر يدير اون صوص طوماط مغربيه ديالنا طماطيش محشره بزيت الزيتون كمون حميره وشويه ديال الحار الا بغى ومن بعد يدير شفوق وشويه ديال الثوم وعاوتاني يضربها بنفس الطريقه ويديرها هنا كيبقى دائما الاختيار دائما على حسب الاختيار والذوق الحداقه كتكون ماشي بتوفير المواد هو انك دير نفس الطبق بالمواد المتوفره اللي عندك في الدار اللي موجود نقضيو به الغرض تبارك الله عليك لاله فاطمه وهذا طبق رائع وسهل هذا طبق زميل هذا يقدر يوقع للعشاء يقدر ناكلو في الغداء مع السلطه نقدروا نديهم معنا في نزهه البحر او في نزهه الغابه. يا ممتاز تبارك الله عليك لاله فاطمه. طبق سهل جدا. نمشيو معك الكلمه لمحبيك اللي كيستمعوا لك عبر اثير الاذاعه الوطنيه لاله فاطمه بوجو. اول من بعد تحيه لكم كجميعا شكرا لوفائكم للاستماع لبرامج الاذاعه الوطنيه. تبارك الله عليكم دائما كتغنيونا بمعلومات وفوائد وفي نفس الوقت كنسمعوا الموسيقى الجميله مثل الاغنيه ديال نعيمة سميح اللي سمعنا حاليا يعني جميل جدا اننا كنتواصلوا مع الفن المغربي وفي نفس الوقت مع الطبخ، الطبخ حتى هو كيدخل في انا دائما كيسولوني شكون هو الفنان كنقول ان المراه المغربيه في المطبخ هي اكبر فنان. نعم لان المراه المغربيه كل ما كتقدم واحد الطبخ مغربي بتفنن وابداع وكتبدع في الطريقه ديال التقديم ديالو راه هي فنانه في الاصل. طبعا وكنبغي نقول للمستمعين ديالنا
شكرا للصبر ديالكم معي هذه وحده، شكرا للكرم ديالكم، وفي نفس الوقت نقول لكم باللي انه مغربنا تبارك الله فيه المناطق الفلاحيه كثيره، وكاين مجموعه ديال الخضر والفواكه اللي هي متوفره في كل اسواق ترى والجميع مزيان توجهوا مخصوص ليا من اللحم والدجاج. لاحظ مثلا المغاربه كنحمقوا على الماكله بزاف، ولكن كانت دائما الاطباق اللي فيها اللحم والدجاج. نعم. علاش ما مره نديروا استراحه المائده ونمشيو شويه ديال الخضر وشويه ديال الفواكه؟ وفي نفس الوقت دائما انا لاحظت بلي انه الحاجه ملي كنطيبها وانا فرحانه كتطلع بنينه ولذيذه. وهادو دابا نصائح قيمه اللي قدمتي. مزيانه ما كتطلعش، كنقول دائما البركه كتحضر في الطعام والبنه كتحضر في الماكله، الا طيبناها بقلب مفتوح وفرحانين وناشطين، لان حنا كنجدوا واحد الطبق العائله ديالنا طبق يدخل لهم بالرزق وبالراحه والصحه والكثير. والعلماء ايضا اثبتوا هذه القضيه هذه انه دائما يعني يا اما يعني فاش كنوجدوا الطبق ولا باش كنكونوا كناكلوا دائما نوجدوا ديك الاجواء النفسيه البهيجه. نعم. وفي نفس الوقت هذيك التغذيه تكون عندها فوائد وتكون اكثر قيمه. نعم تبارك الله عليك لاله فاطمه، وشكرا لك على الطبق اللي قدمتي لنا. نعم الحاجه هي الابتسامه، الابتسامه. تبارك الله عليك لاله فاطمه، الله يخليك دائما مبتسمه، وشكرا جزيلا لك على هذا الطبق الرائع اللي قدمتي لنا. ان شاء الله نتمنى لك مسيره موفقه ومزيد من العطاء والتالق.